السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ التقويم التاني ان شاء الله النهارده زي ما وعدناكم. وركز معايا الله يرضى عليك، عشان التقويم ده تقيل شويه في التسميه وفي اهم جزء في العضويه. الله يرضى عليك، يا ريت ورقه وقلم كده وانت بتحل معايا. الناس اللي معانا في السنتر معاها الكتاب طبعا، الناس اللي مش معانا معاك الصوره قدامك اهيت، ورقه وقلم كده واكتب الحاجات اللي بقولها دي واحده واحده، وركز معايا في التفاصيل بالله عليك. اول سؤال يلا عندنا اللي هو خاص يا جماعه بتسميه الالكانات والالكانات بصفه عامه. يبدا اولا اختر الاجابه الصحيحه عشان السؤال ده خلي بالك التقويم ده فيه اسئله متنوعه كمان. يبدا ظهور التشكل في الالكانات في مركب نقط. اولا كلمه تشكل جزيئي يعني مشابهه جزيئيه يعني ايزومرزم. طب الميثان ما فيهوش غير سي واحده، يبقى ما ينفعش يبقى فيه تشكل. الايثان ما فيهوش برضه تشكل. البروبان ما فيهوش. البيوتان ليه؟ لان سيادتك لو ركزت معايا في البيوتان هتلاقيه اربع ذرات كربون. جميل قوي. طب لو انت سيادتك حبيت تعمل شكل تاني هترفع دي كده فوق، هنا بقت 2 ميثايل بروبان، بقى اسم تاني مركب مختلف، يبقى الاجابه تمام. ما عدد ايزوميرات المركب C3H6Cl2؟ ده الكان ومعاه كلور. طيب لما نيجي نقول هنا كده، اولا C ها ربنا يهدي. طيب ماشي، ها ركز معايا كده يلا. كم ذره كربون؟ 3. ادي 1 2 3 ها ماشي. طيب 1 2 3 ماشي ها 1 2 3 ماشي. مستر خلي بال سيادتك انت لسه قايل حالا ان البروبان ملوش ايه، ملوش ايزوميرات، ملوش متشكلات. اه فعلا البروبان لوحده، لكن لما اقول لك هالو بروبان، كلورو بروبان، مشتق هالوجيني، يبقى هنا في الحاله دي لازم ايه؟ ليه ايزوميرات. تعال نشوف كده يلا. عندك كام سي ال؟ 2. طيب هتحط واحده هنا مره وواحده هنا مره، اصبح اسمه 1 1 ثنائي كلورو ايه؟ ها بروبان. طب هتحط واحده هنا مره وواحده هنا مره، بقى اسمه 2 2 ثنائي كلورو بروبان. صح؟ ينفع نحط هنا؟ لا، يبقى كده 2. طيب لو حطيت واحده هنا وواحدة هنا بقى اسمه ايه يلا؟ ها 1 2 ثنائي كلورو بروبان. يبقى انا عندي كام صيغة كده؟ عندي 3 صيغ او 3 متشكلات. ماشي. طيب مستر استنى، في كمان واحدة اللي هي ايه؟ ممكن اعمل كمان واحدة كده؟ ها الناس اللي بتاخد كده من بره ركز كده معايا الله يرضى عليك. مش انت قلت لي هنا 1 1 2 2 1 2؟ طب ما انا ممكن احط 1 و3. تصدق صح؟ يبقى كم واحدة؟ 1 2 3 4. يا خبر ابيض، يبقى الاجابة عندنا 4 ايزوميرات. ماشي. طيب ايه تاني؟ امامك 5 صيغ بنائية. تمام. وبعدين بيقول لي عدد الايزوميرات في الصيغ اللي قدامك دي كام ايزومر؟ عدد الايه؟ الايزوميرات في الصيغ البنائيه السابقه. اولا سيادتك لما تيجي تمشي معايا واحده واحده كده هتلاقي، بص كده معايا، ده كده اهو 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 اهو، ها يا تطلع يا تنزل مش هتفرق معانا اهو. بقى اسمه يلا 1 2 2 ميثايل بيوتان. 2 ميثايل ها بيوتان. جميل قوي. هنا يلا هنمشي كده كده ها كده تمام، وانزل اهو بقى 1 2 ها 3 4. هي على فكرة 2 ميثايل بيوتان. يبقى كده ده نفس المركب، يبقى دي كده خرجت بره لان هي نفس الاسم او نفس المركب. هنا يلا معايا ادي مشينا كده 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 اهو اهو طلعنا اهو. طب ما كده اسمه 1 2 3 4 5 بنتان. صح. يبقى دي واحدة ها ودي واحدة. ماشي. طيب مستر هنا لما نيجي نمشي كده سيادتك اهو هتمشي كده كده، ده فرع طبعا، تمشي كده اهو ده فرع، تطلع اهو. يلا سمي كده 1 2 3 4. 2 ميثايل ها بيوتان. الله يا مستر، ده كده
نفس دول. اه طيب هنا كده يلا لما نيجي نشوف ده اهو اهو اهو، هو كام سي؟ ها، واحد اتنين تلاتة فوق وتحت، يبقى اتنين واتنين ثنائي ميثايل بروبان. طب ده كده يا مستر صيغة جديدة، يبقى انا عندي كام ايزومر في الشكل ده في الخمس اشكال دول؟ تلات ايزوميرات. يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى ايه يا جماعة؟ يلا هتبقى الاختيار رقم بي. بيقول لي رقم اربعة، ها، يعتبر المركب اتنين واتنين ثنائي ميثايل بيوتان. المركب كم؟ اتنين واربعة، اتنين واتنين ثنائي ميثايل ايه؟ اتنين واتنين ثنائي ميثايل بيوتان. ايزومر المركب ايه؟ اولا اكتب صيغته كده يلا، بيوتان يبقى اربعة سي، ماشي، يبقى اربعة سي. اتنين واتنين ثنائي ميثايل، اتنين ميثايل، ها، واتنين ميثايل، ها، ماشي، بيوتان. ايزومر للمركب ايه بقى يلا؟ اولا اتنين ميثايل بيوتان ما ينفعش من بمجرد النظر. ليه؟ اولا هنا لما تعد الكربون واحد اتنين تلاتة اربعة واتنين ستة، اتنين ميثايل بيوتان هيبقوا خمسة، ما ينفعش. اتنين ميثايل بنتان تمشي ازاي؟ تعال نشوفها. واحد اتنين تلاتة اربعة، طب نرسم هنا اسهل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اتنين ميثايل بنتان يعني هنا بين ميثايل. طب عد السيهات كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى الاجابة اتنين ميثايل بنتان صح. اتنين اتنين ثنائي ميثايل بنتان ما تنفعش لان دي هتبقى سبعة، ها، اتنين واتنين ثنائي ميثايل بروبان برضو ما تنفعش عشان دول هيبقوا خمسة. طيب يحتوي مركب اتنين واتنين ثنائي ميثايل بنتان، اتنين واتنين ثنائي ميثايل ايه؟ ها، بنتان، خلي بال سيادتك، بنتان، يبقى انا عندي كمان سي هنا اهو، ماشي، ها، بالمنظر ده. اتنين واتنين ثنائي ميثايل بنتان، يبقى هنا ميثايل وهنا ميثايل، ماشي. اتنين واتنين ثنائي ميثايل بنتان، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بنتان على كم مجموعة ميثيليد؟ هي الميثيلين اللي هي سي اتش 2. طب بص معايا سيادتك كده، سي اتش 2، دي سي اتش 2 ودي سي اتش 2، يبقى كام؟ 2 سي اتش 2. طب الالكان المتفرع الذي يحتوي على 14، الذي يتكون من 14 ذرة، الكان متفرع يتكون من 14 ذرة، يوجد به كم مجموعة ميثايل؟ اولا هو متفرع، ماشي، 14 ذره ما حددش ذره ايه، يبقى سي ان اتش 2 ان زائد 2 ب 14، يبقى انا عندي ال 3 ان اهو، سي ان اتش 2 ان، ها، زائد 2، مش دي الصيغه العامه؟ اه، يبقى 2 ان زائد 2 ان زائد 2 بكام؟ ب 14، يبقى 3 ان ب 12، يبقى ال ان بتساوي 4، صح. تبقى الصيغه بتاعتنا سي 4 اتش، ها، 10، جميل. طب ليه كم ايزومر؟ المتفرع بقى، المتفرع يبقى واحد اتنين تلاتة وهنا الفرع سي اتش 3، ماشي، يلا معايا يا سيادتك كده، ده اللي هو اسمه ايه؟ ها، خلي بالك الله يرضى عليك، ده اسمه اتنين ميثايل بروبان او اسمه ايزو بيوتان. ركزوا قوي في الحته دي عشان ها دي حتت مش في كتاب المدرسه ولا هتلاقيها في كتاب اصلا. ايزو بيوتان، لما تلاقي سي دي كده على اتش اهي كده اهو، اسم بتعد السيهات كلها وتقول لي ايزو بيوتان، ده الاسم الشائع، ايزو ايه؟ بيوتان. لو شلت الاتش دي كده بقى اسمه ايزو، ها، بيوتايل، ما علينا. اسمه ايزو بيوتان لو شلت، لو هو السي اتش 3 مش على الطرف هنا كده، تمام، يعني متفرع. من الاخر مستر، الالكان المتفرع اللي بيتكون من 14 ذره، ها، يوجد به كم مجموعه ميثايل؟ ادي 1 2 3، يبقى 3 مجموعات ميثايل. ما الاختيار المعبر عن تسميه الايوباك الصحيحه؟ ها، 2 ميثايل 3 ايثايل، لا، لان الاي قبل المي، 2 ايثايل 3 ميثايل بنتان. طب تعال نشوف، يلا معايا كده اهو، بيقول لي ايه؟ اتنين، احنا قلنا الف خلاص، طيب
وده برضو خلاص لانه بيقول لي 3 ميثايل 2 ايثايل، الميثايل قبل الايثايل لا. طيب 2 ايثايل 3 ميثايل بنتان، بنتان يبقى 1 2 3 4 5 ماشي. ركز معايا كده بالله عليك، ها 2 ايثايل يبقى هنا كده ايثايل سي اتش 2 ها سي اتش 3 ماشي. طيب 3 ميثايل 1 2 3 ميثايل، يلا سمي كده بسم الله. ها اهو هننزل كده بقى اسمه ايه؟ 1 2 3 1 2 3، يبقى من اي ناحيه؟ 1 2 3 4 5 6. هل ده الاسم اللي هو كاتبه صح؟ لا، يبقى ده غلط. ليه؟ لان ده هيبقى اسمه 2 3 و4 ثنائي ميثايل هكسان. طيب 3 ايثايل 2 ميثايل بنتان، 3 ايثايل 2 ميثايل بنتان، دي ممكن تمشي. تعالى نشوف كده، بنتان يبقى 5 سي اهو يا جماعه، 5 سي 5 سي ماشي. 3 ايثايل 1 2 3 ادي ال 3 ايثايل سي اتش 2 سي اتش 3 ماشي. 2 ميثايل هنا ميثايل ماشي. في الحاله دي لما نيجي نسمي هيبقى كده اطول سلسله 1 2 3 4 5، 3 ميثايل ها ودي ايثايل، قصدي 2 ميثايل و3 ميثايل يبقى الاسم الصح بقى يلا ايه؟ 3 ايثايل 2 ميثايل ها بنتان، يبقى الاجابه ها باء. ما اسم هذا المركب؟ حبيبي تعال الله يكرمك، شكرا. لا والله شكرا، ربنا يكرمك، شكرا. يلا السؤال رقم كام يا جماعة؟ ركز معايا كده. السؤال رقم 8 بعد كده بيقول لسيادتك السؤال رقم 8 بيقول ما اسم هذا المركب ها CH3CH3CH3. بص يا حبيبي كده الله يرضى عليك، ركز في الحته دي CH3 اهي. لما تلاقي CH كده جنبها CH3 بين قوسين، اي حاجه بين قوسين تقابلك دي بتبقى فرع، نزلها او طلعها ماشي. طيب بعد كده CH3 يلا الاسم بقى سهل جدا، اطول سلسله فين يا جماعه؟ يلا اهي ها اهي 1 2 3 يبقى 2 ميثايل بروبان، 2 ميثايل ايه؟ بروبان. ما تسمية الايوباك للمركب المقابل؟ اولا خلي بال سيادتك دي C2H5، فكها كده بقت CH2 CH3 ماشي. هنمشي كده اطول سلسله اهي معايا، اهي ماشيه معايا اهي 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 اهي. هنيجي هنا خلي بالك ادي المفارق، هنا سي واحده وهنا 2 سي، يبقى ننزل. يلا الناس اللي مركزه معانا ها هنبدا منين؟ ده فرع خلي بالك CH3 وده فرع CH3، ده فرع CH3، الزحمه فين؟ هنا والاقرب كمان للفرع. يبقى سيادتك هتقول لي هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 ماشي. طيب 7 2 ميثايل و2 ميثايل و5 ميثايل يبقى 2 و2 و5 1 2 ماشي 2 ها و2 و5 1 2 3 4 5 6 ها ثلاثي ميثايل هبتان. اولا الاختيارات ما فيهاش هبتان غير اثنين اللي هم الاولانيين، يبقى دي بره ودي بره. طب اثنين واثنين وخمسه ثلاثي ميثايل هبتان ماشي. طيب بعد كده عندنا سؤال رقم 10 يا جماعه معايا يلا كده. بيقول لي سيادتك ما تسميه الايوباك للمركب المقابل ده؟ ماشي هنقول ايه يلا؟ اولا اطول سلسله، بص بقى كده معايا مستر انت لسه قايل حالا اي حاجه بين قوسين تبقى فرع، لا ما عدا سي اتش 2. ليه؟ لان سي اتش 2 من اصل المركب بتبقى في النص،
فبدل ما اعمل لك سي جي 2 سي جي 2 بعملها لك بين قوسين وايه بقى 4. طب ما تيجي نكتب صيغه المركب ده اسهل. بص سي اتش 3 سي اتش 2 باي 4، يا نهار ابيض، يعني سي اتش 2 سي اتش 2 ها سي اتش 2 الله 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 سي اتش 2 الله 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 الله، ده كده كام سي؟ ها 1 2 3 4 1 2 3 4 يا نهار ابيض، غير سي اتش 3 بره بقى 5. ها بعد كده سي اتش جميل نزل منها سي اتش 3 ماشي، بعدها سي نزل هنا سي اتش 3 خلاص اهي ماشي، بعد كده سي فوق سي اتش 3 خلي بال سيادتك، ها سي اتش 2 طبعا دي سي 2 اتش 5 اهي اللي هي سي اتش 2 سي اتش 3، وهنا سي اتش 2 باي 2 يعني ايه سي اتش 2 سي اتش 2 يا خبر ابيض على المركب. ها بعد كده سي اتش 3، طب انا ليه يا مستر عملتها سي اتش 2 باي عشان هي متكرره مرتين سي اتش 3. طيب يلا مين هيحل معايا كده؟ اولا لما نيجي نمشي كده اهو هيمشي كده، ده اطول سلسله باينه خالص واضحه اهي اهي، هنيجي هنا مفارق، هنا كام سي؟ 2، هنا 1، هنا 3، يبقى ننزل صح جدا. ها خدت بالك من التفكيكه دي؟ تمام. لما نيجي نرقم 1 2 3 4 5 6، هنا 1 2 3 4 يبقى هنا اقرب، يبقى نرقم منين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ركز معايا الله يرضى عليك. عندي فرع ميثايل وعندي فرع ميثايل وعندي فرع ايثايل، يبقى نقول له 4 ايثايل 4 ايثايل اهي، و4 و5 ثنائي ميثايل، ايه بقى دي كان؟ طيب 4 ايثايل 4 و5 ثنائي ميثايل دي كان، يبقى الاجابه باء. فهمنا يا جماعه الفكره دي؟ الله يرضى عليك. سي اتش 2 بين قوسين فككها بقت سلسله، بقت تبع السلسله، لان سي اتش 2 ما بتبقاش فرع ابدا. طيب سي اتش 3 بين قوسين سي ال بين قوسين، تبقى دي ايه؟ تبقى دي تفرع. طيب المركب اللي بعد كده ها بيقول ايه؟ بيقول لي سيادتك درجه غليان البيوتان اقل من درجه غليان نقط، احنا كلنا عارفين ان درجه الغليان بتزيد بزياده الكتله الموليه. طب اقل من الايثان؟ لا. اقل من البروبان؟ لا. اقل من ايه؟ من الميثان؟ لا. يبقى اقل من الايه؟ من الهكسان. اي من هذه المركبات تكون درجه غليانه هي الاكبر؟ ها اكيد الايه؟ الهكسان. طيب عند احتراق 1 مول من نقط احتراقا تاما يتكون 3 مول من CO2 و4 مول من H2O. اولا بص يا حبيبي صلي على النبي الاول، لما اقول لك عدد مولات CO2 بيساوي ال N دايما ماشي، بس في الايه؟ في الالكانات ماشي، لان الالكانات بتحترق احتراق تام. تمام. طيب 3 مول من CO2 يبقى هو اولا في C3، هو قال لك احتراق تام ها، يبقى مفيش لا مدخن ولا حاجه ماشي، يبقى C3. طيب ال H كام؟ بيقول لي 4 مول من ال H2، يبقى ال H مش ال 2 4 H2 H2O يبقى 2 في 4 ب 8 يبقى C3H8. فين C3H8؟ اهي. فهمنا يا جماعه بنجيبها ازاي؟ مش احنا قلنا الالكانات او المركبات العضويه بتحترق وتطلع ثاني اكسيد الكربون وهيدروجين؟ بيقول لي طلعت لي كام مول CO2؟ 3 CO2 اهو 3 CO2. طب ما هو 3 CO2 يبقى C3 ماشي، و4 H2 يبقى ال H بكام؟ ب 8، 2 في 4 ب 8 ماشي. عدد مولات ثاني اكسيد الكربون بتساوي ال N، وعدد مولات الهيدروجين في الالكان بتساوي ها بتساوي ايه؟ بتساوي N زائد 1 ماشي. هنا عند احتراق خلاص عرفناها، الاسم الشائع للمركب CH3C باي 3CCL. السؤال ده حلو قوي يا جماعه، امتحان تجريبي السنه اللي فاتت. بيقول لي سيادتك سي، واحنا قلنا سي اتش 3 بين قوسين تبقى فروع، هو عندك ثلاث فروع سي اتش 3، ادي واحد الثاني ها الثالث جميل قوي، والفرع والاخير سي ال. لما نيجي نسمي المركب ده هنمشي كده ماشي، هيبقى اسمه ايه؟ 2 كلورو 2 ميثايل بروبان ماشي، بس هو مش عايز اسم ايوباك، هو عايز شائع. طب مش احنا قلنا شائع لو السي عليها اتشايه واحده والباقي الكايل ها يبقى اسمه ايزو يعني لو دي مش لو دي كده اتش اهي، ركز معايا الله يرضى عليك، لو دي كده اتش ها ايزو بيوتان، لو دي اتش يبقى ايزو ايه؟ بيوتان.
او بيوتان ثانوي. طيب مستر دي كده ها ما عليهاش اتشات خالص، بقت ثالثي، فنقول عليه كلوريد بيوتايل ثالثي. كلوريد ها بيوتايل ثالثي، ها كلوريد ايه بيوتايل ثالثي. طيب المركبات المركبان المقابلان ها من الألكانات، ما الخاصية التي تكون متماثلة في هذين المركبين؟ طبعا ده ها ألكان وده ألكان، درجة الانصهار لا، الصيغة البنائية لا، درجة الغليان لا، النسبة المئوية لعنصر الكربون والهيدروجين فين في المركب؟ يحترق غاز نقط، يحترق غاز نقط في الهواء مكونا خليط من غازين، احدهما ايه يعكر ماء الجير الرايق، والاخر يزرق كبريتات النحاس الثنائي اللامائية البيضاء. ماشي. طيب غاز ايه؟ اولا ده لا، لان ده ما فيهوش هيدروجين، هو بيقول لك يعكر ماء الجير ويحول دي، يبقى ده مركب عضوي على طول. طب ايه العضوي عندنا في دول؟ الايثان. خلاص، عند التقطير الجاف لملح بنتانوات، احنا قلنا يا جماعه التقطير الجاف بيقلل السلسله الكربونيه ذره كربون، يعني ايثانوات يدي ميثان، بروبانوات يدي ايثان، بيوتانوات يدي بروبان، وهكذا. طب بنتانوات يدي بيوتان، يدي ايه؟ بيوتان. من المعادله دي C3H8 ها زائد ده بروبان زائد F2 C3H7F زائد HF. جميل قوي. ما نوع التفاعل الحادث؟ تفاعل إحلال أو استبدال. ألكان كتلته المولية 58 جرام لكل مول، تكون صيغته الجزيئية هي إيه؟ أولا بيقول لك ألكان كتلته المولية 58 جرام، هو الألكان هنا CNH2N زائد 2 صح؟ ماشي. بتكلم عن كتل، يبقى احط مكان السي 12N، الاتش 1 بقت 2N زائد 2، كل ده بكام؟ 58. هتطلع مع سيادتك 14N بتساوي 56، الN تطلع ب 4، تبقى الصيغه الجزئيه بتاعته سي 4 اتش كام؟ اتش 10 اهو. كل مما ياتي من خواص البروبان عدا انه البروبان طبعا هيدروكربون مشبع يتفاعل بالاستبدال، صيغه الجزيئيه C3H8 يبقى له اكثر من ايزومر، قلنا لانه ملوش ايزومرات. ماشي. سؤال رقم 21 بيقول لي سيادتك اذا كان متوسط درجة الحرارة في منطقة ما تسجل 50 درجة، ما الغاز؟ طبعا دي درجة حرارة مرتفعة. ماشي. ما الغاز ذو النسبة الأكبر في اسطوانات البوتاجاز؟ يبقى غاز الايه؟ البيوتان، لأن احنا قلنا البروبان والبيوتان بيبقى نسبة أكبر من البروبان في المناطق الباردة ونسبة أكبر من البيوتان في المناطق الحارة. لديك جازولين وشمع برافين، جازولين ده طبعا C8H18 او سائل عامة، شمع برافين صلب، اي من الصيغ الاتية قد يحتمل ان ينطبق عليها. احنا قلنا هنا اولا C15H32 C20، اولا هو عايز سائل، خلي بال سيادتك، وايه وصلب. طب صلب وسائل، يبقى C4 ما تنفعش، C2 ما تنفعش، C3 ما تنفعش، تبقى ايه؟ ها دال. ليه؟ لان ده هيبقى سائل وده هيبقى صلب، ده الشمع وده الايه. ها ماشي. اللي بعده، ايا مما ياتي يتشابه مع الكروم والخرصين في بعض استخداماته. احنا قلنا الكروم والخرصين بنستخدمهم في الجلفنه او الطلاء صح؟ يبقى الكان. طب الكان غازي ولا سائل ولا صلب؟ صلب طبعا زي الشحم والحاجات دي كلها. يبقى الكان ب 53 ذره ولا الكان ب 12 ذره ولا الكان ب 42 ذره هيدروجين؟ لا، الكان ب 42 ذره هيدروجين. اشمعنى؟ لانه 42 هيدروجين يبقى الكربون 20، يبقى سي 20، يبقى ده الشمع. ها
اكمل المعادله الاتيه. بيقول لي ايه؟ يلا كده معايا، بيقول لي الكلور زائد الايثان، كلور زائد ايثان يبقى C2H5Cl زائد HCl، يبقى كلورو ايثان زائد كلوريد الهيدروجين، صح؟ كلورو ايثان زائد كلوريد الايه يا جماعه؟ الهيدروجين اللي هو ده، لان ده احنا قلنا تفاعل استبدال، الايثان C2H6 ها الكلور Cl2 بيدينا C2H5Cl زائد HCl، ادي كلوريد هيدروجين وادي كلورو ايثان. الالكان الناتج من تقطير جاف لبروبانوات يديني ايثان، لان احنا قلنا بنقصرها ذره كربون بروبانوات، يبقى ايه؟ ينزل اللي قبل البروبان ايثان. الهيدروكربون المستمر السلسله والذي يعتبر ايزومر المركب 2 و3 ثنائي ميثايل هيكسان هو ايه؟ اولا 2 و3 ثنائي ميثايل هيكسان 1 2 3 4 5 6. طب 2 و3 2 ميثايل، ها 3 ميثايل، ماشي، بيقول لك 2 و3 ثنائي ميثايل هيكسان هو ايه؟ طب هو عايز مستمر، مش دول 6 نزل لهم الاثنين دول بقوا 8 يبقى اوكتان، ماشي. العلاقه 3 ان زائد 1 يمكن منها حساب نقط عدد الروابط سيجما فين في الالكان. طب بيقول لي لايجاد عدد الروابط سيجما في الهيدروكربون الالفاتي نستخدم العلاقه، قلنا ها عدد ذرات الكربون ناقص 1، لا. طيب عدد ذرات الهيدروجين ناقص 1، لا. طب عدد ذرات الهيدروجين برضو لا، يبقى الإجابة إيه؟ جيم، اللي هي إيه بقى؟ عدد ذرات الكربون زائد الهيدروجين ناقص 1. طب تعالى نشوفها كده، عدد ها الـ N زائد الـ 2 N ها زائد 2، خلي بال سيادتك كل ده كده ناقص 1. طب ما هو 2 N زائد 2 زائد N بقت 3 N زائد 2 ناقص 1، 3 N زائد 1، هي العلاقة اللي احنا حافظينها ولا لا يا جماعة؟ آه، يبقى العلاقة اللي هي جيم. سؤال رقم 29 يقول لي اسم المركب التالي تبعا لنظام الايوباك، ها سؤال سهل جدا على فكرة يا جماعة، دي اسئلة بنك معرفة. السؤال بيقول لي سيادتك ايه؟ اولا هتحدد اطول سلسلة كربونية متصلة اهي، ها دي كلور ودي بروم، يبقى هنقول هنرقم من الناحيه دي كده، يلا 1 2 3 4، يبقى 2 برومو 1 كلورو بيوتان، 2 برومو 1 كلورو بيوتان، ماشي. طيب يحضر الميثان في المعمل بالتقطير الجاف لملح اسيتات الصوديوم، ماشي، درجه انصهاره كذا مع الصودا الكاويه ودرجه انصهارها 318، وعند اضافه CaO، احنا قلنا كلنا عارفين CaO ده ماده صهاره يا جماعه، بتعمل لخفض درجه انصهار الايه؟ الخليط، يلزم التسخين الى كام؟ طبعا درجه انصهار الصودا الكاويه كذا يبقى اكيد اقل، واسيتات الصوديوم 324 صح، يبقى احنا محتاجين اقل من الاثنين، يبقى اقل من 300 وكام؟ و18، ان هو بيقلل من درجه انصهار الخليط مع بعضه، ماشي. المركب الناتج من التقطير الجاف لملح هيكسانوات صوديوم، طب هيكسانوات اللي قبلها بنتان، يبقى له كم ايزومر متفرع؟ الله على السؤال، هو بيقول لك خلي بالك هيكسانوات هيطلع بنتان C5H12، احنا حلينا ده في الحصه اللي قبل الحصه اللي هي بتاعت المقدمه اللي هي عملنا 3 ايزومرات، يبقى الاجابه كم ايزومر؟ 3 ايزومرات، ماشي. لا استنى، عندك كم ايزومر متفرع؟ ما ايه؟ متفرع. طب هو واحد مستقيم واثنين متفرع، يبقى الاجابه هنا 2، ليه؟ لان هو عايز المتفرع مش اللي مش متفرع، مش المستقيم. اي الالكانات المهلجنه الاتيه يستخدم مخدرا امنا؟ احنا قلنا الهالوسان يستخدم كمخدر بامان، والهالوسان اللي هو CHBrCl CF3. عند خلط غازي الميثان والكلور في درجه حراره الغرفه هيحصل حاجه؟ ابدا، فانه ايه؟ ها يتكون مخدر، لا يحدث تفاعل، قلنا لان الايه؟ الميثان والكلور في درجه حراره الغرفه ما بيحصلش. احنا محتاجين اشعه فوق بنفسجيه او الارتفايت لكسر روابط سيجما والحاجات دي كلها، ماشي. طيب آه
عند هلجنة الميثان في وجود اليو في، أيوة كده، وتعريض الغاز الناتج لكاشف المجموعة التحليلية التالتة، خلي بالك الغاز الناتج دايما بيبقى HCl كلوريد الهيدروجين، وتعريضه لكاشف المجموعة التحليلية التالتة اللي هو NH4OH، جميل قوي، اللي هو محلول نشادر، هيتكون سحب ايه؟ هيتكون سحب بيضاء. ماشي. سؤال رقم 35 يلا معايا. سؤال 35 بيقول لي أي المواد الكيميائية الآتية تستخدم في عمليات التنظيف الجاف؟ قلنا 1-1-1 ثلاثي كلورو إيثان. ماشي. طبقا لنظام تسمية الأيوباك، ما اسم الصيغة الآتية للألكان المهلجن؟ يلا كده معايا، أدي الألكان المهلجن، يبقى 1-1 ثنائي برومو بروبان، 1-1 ثنائي برومو بروبان، 1-1 ثنائي، ده في كلور كمان، اوعى تنسى دي، يبقى 1-1 ثنائي برومو 3 كلورو بروبان، اللي هي 1-1 داي دي يا جماعه يعني ثنائي باللاتين، ها برومو 3 كلورو بروبان. طيب ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ 37 مبتدئ بحمض الخليك، مبتدئ بحمض الخليك يمكنك تحضير مادة تستخدم في ورنيش الأحذية، اللي هي المادة اللي بتستخدم في ورنيش الأحذية اللي هي الكربون. ماشي. تعادل تقطير جاف تسخين بمعزل عن الهواء عند 1000. لا استنى واحدة واحدة معلش. حمض الخليك، هو أنا بجيب المادة دي منين؟ من تسخين الميثان عند 1000 درجة سيليزيوس، بيدينا كربون واتنين هيدروجين. ماشي. طب انا بجيب دي منين؟ من التقطير الجاف لاسيتات صوديوم. ماشي. ها يبقى انا عندي محتاج تقطير اخر خطوه تسخين بمعزل عن الهواء عند 1000، يبقى يا دي. ماشي. طب قبلها هل ينفع اكسده ولا تقطير جاف؟ تقطير جاف، وبقى قبلها تعادل عشان نعمل نجيب من حمض الخليك ايه؟ اسيتات صوديوم. طيب خلط بخار الماء وغاز المستنقعات عند 725 درجه، كلنا عارفين ان بخار الماء H2O مع غاز المستنقعات اللي هو الميثان بيدينا على طول غاز ايه؟ غاز مائي. طيب وقود؟ عامل مختزل؟ عاملان مختزلان؟ يبقى جميع ما سبق. ماشي. لان الغاز المائي بيستخدم كوقود برضو يا جماعة. اي من الاتي يمكن ان يكون جزيء كلوروفورم؟ هو الكلوروفورم بيجي منين؟ قلنا من تفاعل الميثان، فاكرين التفاعل ده كده؟ قلنا لما نجيب الميثان CH4 نحط له 3Cl2 في وجود اليو في، كان بيدينا ايه؟ CH3 زائد 3HCl. ماشي. يبقى من تفاعل 1 مول من الميثان مع 3 مول من الكلور. طيب 1 مول من الميثان ومول 1 من الكلور؟ لا. 4 مول من الكلور؟ لا. مول 1 من الايثان ومولان؟ لا. مول 1 من الميثان و3 مول من الايه؟ من الكلور. دي اجابه صحيحه. استخدام ادوات قياس عاليه الدقه وبراعه الطبيب كان من الممكن ان يؤدي لاستمرار استخدام الايه؟ الكلوروفورم، لان احنا قلنا عدم التقدير الدقيق للجرعات منه تسبب في وفيات كتير فمنعوه. طيب تكمن خطوره الفريونات في انها مركبات غير نشطه وثابته، ولا سهله الاساله وقبل الانضغاط، ولا تتسبب في تاكل طبقه الاوزون، ولا الف و ب؟ احنا قلنا تتسبب في تاكل طبقه الايه؟ الاوزون. اي من هذه المركبات يمكن استخدامها في حمايه الفلزات من التاكل؟ اولا احنا قلنا بنستخدم الالكانات الايه؟ الكبيره طويله السلسله زي الشحم والحاجات دي كلها، والشمع والحاجات دي في الايه؟ في حمايه الفلزات من التاكل. طبعا هيبقى C20H42. ماشي. طيب بعد كده عندنا سؤال رقم 48 بيقول لي سيادتك، للحصول على وقود السيارات من النفط الخام، للحصول على وقود الايه يا جماعه؟ يلا، السيارات من النفط الخام. ماشي. ايه اللي هيحصل؟ يلا، يمكن فصله اعتمادا على ايه؟ وقود السيارات سائل. ماشي. يمكن فصله اعتمادا على ايه؟ اختلاف درجات الغليان. لان احنا قلنا في حاجه اسمها طريقه تقطير تجزيئي. بنسخن المشتقات مع بعضها كلها، وكل واحد بيوصل لدرجه غليان معينه بيطلع بيتصاعد، ف
فصلناه كده نكثفه ونرجعه تاني. يتشابه الصوديوم مع السكنديوم في كل ما ياتي عدا انهما قلنا يكونان حاله تاكسد موجب كام؟ 2، لان لا الصوديوم بيدي موجب 2 ولا السكنديوم بيدي موجب 2، ده موجب 1 وده موجب 3. كلما زاد العدد الذري للعنصر الانتقالي صعوبة تاكسده، هنا قلت طاقه تأينه لا، قلت كثافته لا بتزيد الكثافه، زاد نص قطره لا يبقى زادت صعوبه تاكسده. صح. ايا من الايونات الاتيه يعبر عن ايون ضايا مغناطيسي وغير ملون. ضايا غير ملون، التي اي موجب 4. ليه؟ لان التي اي موجب 4 هيبقى ارجون 18 4s03d0، صح ولا ايه؟ لان تيتانيوم 24. المركبات الاتيه باره مغناطيسيه وملونه، ماشي، ما عدا ايه؟ ما عدا السكنديوم، لان كل مركبات السكنديوم غير ملونه عشان المستوى الفرعي دي بيبقى ايه؟ ها، فارغ في كل في حاله التاكسد الوحيده بتاعته اللي هي موجب 3. طيب ايا من هذه الايونات يكون عزمها المغناطيسي اكبر ما يمكن. اولا ده لا، لان عزمه صفر، ده لا برضه عزمه صفر. طب كروم موجب 3 ولا حديد موجب 2؟ أي من هذه الأيونات يكون عزمها المغناطيسي أكبر ما يمكن. الحديد موجب 2 هيبقى أرجون 18 4s3d، هيبقى ده 0 وده 6، ماشي، هيبقى عزمه 4. الكروم ها موجب 3 أرجون 18 4s3d، هو كان واحد كام؟ 5. طيب لما نشيل منه 3 بقى شيلنا من هنا 1 ومن هنا 2 بقى 3، يبقى العزم المغناطيسي أكبر ما يمكن فين؟ في الحديد اللي هو دي. طيب سؤال رقم 49، يلا معايا بسرعة. بيقول لي سيادتك في السلسلة المتجانسة يزيد كل مركب عن الذي يسبقه بإيه؟ بمجموعة ميسيلين. مجموعة إيه؟ ميسيلين. اللي هي إيه ميسيلين بقى؟ CH2. اللي هي إيه يا جماعة؟ يلا CH2 أهي، ماشي. بيقول لي يحتوي مركب 2 ميثايل بنتان على كم مجموعة ميسيلين؟ احنا لسه حلين السؤال ده من شوية. 2 ميثايل بنتان، أدي 1 2 3 4 5، 2 ميثايل يعني هنا كده، ماشي. عايز ايه بقى؟ يلا بيقول لي سيادتك على عدد من مجموعات الميثيلين تساوي كام؟ الميثيلين CH2 يبقى 2 ميثيلين. طيب 2 ميثايل بنتان برضو كم مجموعة ميثايل؟ ميثايل دي ميثايل دي ميثايل دي ميثايل، يبقى 1 2 3 ميثايل، ماشي. طيب عدد الروابط سيجما في الألكان اللي بيحتوي على 4 ذرات كربون، قلنا 3 في 4 زائد 1 يبقى كام؟ 13. فين 13؟ خلي دي عندك 13، ماشي. تحتوي الفريونات على عناصر كربون ها وايه كمان؟ وفلور وكلور، اسمها اصلا فلور وكلور وكربون. ها زوج الالكترونات الذي يعتبر من الايزوميرات، السؤال طبعا الاجابه طبعا هتبقى جيم، لان انت لما تيجي تكتب C2H5OH هتطلع معاك C2H6O. هنا برضو لا يا مستر مش ده خالص يا مستر، ده فيه 2O مش ايثر، ماشي، يبقى الاجابه جيم غلط. طب ايه C2H4 وC2H6 برضو لا. طب C ايوه هو ده CH3O، CH3 هيديك C2H ها 6O، هنا برضو C2H6 اللي هو الكحول الايثيلي يا جماعه C2H6 ها او، الاثنين دول مع بعض زي بعض نفس الصيغه الجزيئيه يبقوا ايه؟ ايزوميران. طيب رقم 55 رقم 55 بيقول لي سيادتك ايه؟ هيدروكربون اليفاتي مشبع غير حلقي به 17 ذره تكون صيغته الجزيئية هي نقط. هيدروكربون أليفاتي مشبع غير حلقي في كم ذرة؟ 17 ذرة. طب غير حلقي يعني مفتوح السلسلة، ماشي، يبقى القانون العام بتاعنا يلا CN ها H2N+2، ماشي، جميل قوي. في كم ذرة؟ 17 ذرة، يبقى كله ب 17، يبقى ال 3N بتساوي 15، يبقى ال N بتساوي 5. صيغته الجزيئية تبقى كام يلا؟ C5H كام؟ H12. عدد الروابط سيجما في جزيء البروبان يساوي، عدد الروابط سيجما في جزيء الايه؟ البروبان يساوي البروبان 3 سي، يبقى 3 في 3 ب 9 و 1 10، ماشي. عند تسخين الميثان بمعزل عن الهواء لدرجة 1000 درجة ينتج الكربون الأسود اللي هو بيستخدم كورنيش للأحذية.
عند التقطير الجاف لملح أسيتات الصوديوم مع الجير الصودي ينتج غاز الميثان. ما الاسم الصحيح لهذا الألكان المهلجن حسب نظام تسمية الأيوبك؟ بص يا جماعة معايا، على فكرة دي أسئلة من بنك المعرفة، الأسئلة اللي بالنظام ده من بنك المعرفة، وبنك المعرفة مش جايب كل الأسئلة من منهجنا احنا، لأن هو جامع كذا منهج. طب السؤال الأهم هنا احنا عايزين نحل ده. أولا هنا ذرة فلور، ركز معايا بالله عليك أهو، دي كده أهي، ها دي كده سي، ماشي تمام أوي. يبقى هنا كده دي سي أهي، وهنا اف، ودي كده سي كربون اهي، دي كربونه تانيه طالع منها بي ار، ودي كده اهي كربونه ثالثه خارج منها سي ال، جميل. هنا دي كده اهي كربونه رابعه خارج منها ايه، خارج منها اي، هنا كربونه وهنا ها ماشي كربونه. السؤال هنا لما تيجي تعمل كده هتلاقي سيادتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ماشي. طب ستة ده يعني ايه؟ ستة ده يعني هكسان، جميل. طيب هو هنا لما نيجي نرقم هنرقم منين؟ مش الاقرب للفرع ده؟ يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة ها خمسة ستة، ما نقول ايه؟ يلا يا جماعة بعد ما رقمنا كده خلاص هنعمل ايه بقى؟ يلا هنقول هنا البروم الاول، يبقى نقول له اتنين برومو، مالكش دعوة بالاسماء بقى خلاص ايه؟ ها بعدها تلاتة كلورو، جميل قوي. بعد الكلور اف واحد فلورو، بعد الفلور ايه اربعة يودو، السلسلة الطويلة اسمها ايه؟ هيكسان. هل الاسم ده موجود يا مستر؟ اتنين برومو تلاتة كلورو واحد فلورو اربعة يودو ايه هيكسان، يبقى الاجابة جيم. خلي بالكم يا جماعة الاشكال دي ما تخدكمش، بس هو مش هيجي لنا في المنهج بتاعنا بالمنظر ده، تمام؟ بس احنا للعلم بالشيء. عند التقطير جاف الملح بروبانوات يطلع لي ايه؟ يطلع لي ايثان. وبكده خلصنا الجزء الاول من التقويم الثاني، كان جزء طويل شويه معلش، بس عشان فيه افكار كتيره وفيه رابط الالكانات بالخواص الكيميائيه بتاعتها بتفاعلاتها بكله. فاضل لنا بس الجزء بتاع الايه؟ الاسئله المتنوعه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ولادي طلاب ثانوية عامة، رجعنا لكم تاني إن شاء الله الجزء التاني من التقويم التاني اللي هو الأسئلة المتنوعة، وهنحل فيه أهم الأسئلة اللي فيه كده بالأفكار الحلوة اللي فيه. أولا اكتب الصيغة الجزيئية والبنائية لكل من هيدروكربون أليفاتي مشبع، ماشي، ذو سلسلة مفتوح الكان يحتوي على كم ذرة كربون؟ ثلاثة، يبقى دي واحد اتنين ثلاثة، وحط الإتشات بقى ايه روبان عادي ماشي او روبان مستقيم. الصيغة الجزيئية طبعا يبقى C3H8 ماشي. هيدروكربون أليفاتي مشبع ذو سلسلة مفتوحة يحتوي على 10 ذرات كربون. طيب 10 ذرات كربون، ها طبعا أليفاتي مشبع مفتوح الكان برضو، 10 ذرات كربون هترص ال 10 ذرات، هو الأول هيبقى C10H22 اللي هو الدي كان يا جماعة، هترسم ال 10 ذرات كربون وتملاهم H. مركبان يستخدمان كمخلوط للبوتاجاز C3H 8 اللي هو البروبان و C4H10، اعتقد دي اسئله سهله. السؤال بقى الحلو قوي اللي هو محترم، الكان به 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعه ميثيلين، لا ده محتاج وقفه. طيب 6 ذرات كربون سي 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 سي، كم سي كده؟ 6 سي،
ولا يحتوي على مجموعة ميثيلين. طب ما هو مستر لو انا عملت دول كده ها اهو مليت اتشات زي ما حضرتك بتعمل اصبح ايه؟ ها ده كده ميثيلين صح ولا ايه؟ ودي كده ميثيلين ودي ميثيلين وده كده بقى في اربعة ميثيلين CH2. هو مش عايز ميثيلين ومش عايز ولا ميثيلين. هتقوم سيادتك رافع دي هنا جميل قوي ورافع دي هنا كويس. بعد ما نرفعها يلا طير دي كده ها اهي بقت CH3 هنا. ليه؟ لان هي خدت الH ها اللي هنا. طب ودي طارت من هنا بقت ايه؟ يلا بقت كده بقت CH3 ها خد الH اللي كانت هنا. طيب كده الصيغة البنائية. طب هو عاوز صيغة جزيئية. الصيغة الجزيئية تبقى C6H14. الصيغة البنائية تبقى بالمنظر ده كده ماشي. هيدروكربون مشبع ينتج عن التكسير الحاري الحفزي له هيدروكربون مشبع وآخر غير مشبع بكل منهما أربع ذرات. يبقى هو أصلا كان في C8H18 اللي هو الأكتان. ارسم 8 ذرات كربون وحواليهم إتشات. الكان ينتج عن التقطير الجاف لبروبانوات صوديوم. يبقى الإيثان اللي هو C كده وملا الإتشات. السؤال ده يا جماعة تكملته سهلة أعتقد. طبعا مركب عضوي يعتبر أيزومر لإيثير ثنائي الميثايل الإيثانول. ارسم الصيغة بتاعته هيبقى كده CC ها وهنا الO وهنا الH. تمام كده؟ تمام. طيب هات لي معلش بقى السؤال الرابع على طول يلا كده. السؤال ده حلو شوية اللي هو بيقول لي اكتب الصيغة البنائية ثم سمي التسمية الصحيحة. السؤال ده عالي شوية يا جماعة والله يرضى عليكم عشان فيه شوية أفكار حلوة اللي هي ايه؟ اولا السؤال الرابع اهو بيقول لي اكتب الصيغة البنائية لكل مركب من المركبات التالية 1-3 ميثايل هيكسان. هنا بيديك الاسم صح وبيقولك اكتب الصيغة البنائية بس دي امرها سهل. قلنا قبل كده لما نيجي نكتب الصيغة ابدأ بالسلسلة اطول سلسلة هيكسان يبقى C1-2-3-4-5-6. هو بيقول لي سيادتك 3 ميثايل يبقى دي 1-2-3 هنا الميثايل والباقي طبعا ها اتشات والعملية خلصت خلاص كده. رقم 2 بيقول لي 2 فينايل بروبان. طيب بروبان ده يعني ايه؟ 1-2-3 يبقى 3 ذرات كربون. طب فينايل يبقى هنا كده حلقة ها فينايل ماشي. 2 ميثايل بنتان شيل دي كده اهو بنتان يعني 5C 1-2-3-4-5 2 ميثايل بنتان بس ماشي. طيب 2 و2 ثنائي كلوروبيوتان. 2 و2 ثنائي كلوروبيوتان شيل دي كده اهي ونقص دي كمان ايه؟ كمان سي كده بقى بيوتان 4C صح. طيب 2 و2 ثنائي كلور يبقى هنا كلور وهنا كلور لان الاثنين على ذرة الكربون رقم 2. باقي السؤال سهل اعتقد ما فيهوش مشكله كمل عادي جدا. عندي السؤال ده اللي انا بحبه جدا يا جماعه سؤال عالمي. اكتب الصيغة البنائية لكل مركب من المركبات التالية ثم اكتب التسمية الصحيحة لها تبعا لنظام الايه؟ الايو باج. يلا كده معايا ها السؤال بيقول لنا ايه؟ بيقول لي سيادتك 3 برومو بيوتان. طب البيوتان يبقى 1-2-3-4 ماشي. 3 برومو 1-2-3 برومو. طيب هل بالله عليكم ده كده اسم صح؟ لا يا مستر. ازاي اطول سلسله كربونيه سيادتك اهي لما نيجي نرقم من رقم الرقم الاقرب للايه؟ للفرع عشان يديني ارقام اقل. يبقى 1-2-3-4 نقول في الحاله دي 2 برومو ها بيوتان وليس بروم وليس ايه ها 3. 2 ايثايل بروبان ماشي. 2 ايثايل بروبان ادي البروبان C ها ربنا يهدي ماشي. 2 ايثايل بروبان يبقى هنا ايثايل CH2 ها CH3 ماشي. 2 ايثايل هنمشي كده اهو اطول سلسله يبقى 1-2-3-4 اصبح الاسم 2 ميثايل بيوتان. تمام كده؟ تمام. طيب رقم 3 و4 ثنائي ميثايل بنتان. طب بنتان هنرسم كده يلا معايا 1-2-3-4-5 مش البنتان 5C 5C يا مستر ماشي. بيقول لي ايه؟ 3 و4 ثنائي ميثايل ادي 1-2-3 ادي ميثايل ها و4 ادي 4 ثنائي ميثايل ها
ثلاثة أربعة ثنائي ميثايل بنتان، لما نيجي نسمي بالله عليك هنسمي كده أهو أطول سلسلة كربونية متصلة أهي ماشي، هنرقم الطرف الأقرب للإيه للفرع، يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى في الحالة دي هيبقى اسمه اتنين وتلاتة ثنائي ميثايل بنتان. ها اتنين وتلاتة ثنائي ميثايل بنتان. يلا اللي بعد كده عندنا ايه؟ ها رقم أربعة، بيقول لي أربعة وأربعة ثنائي كلورو بنتان، أدي البنتان واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، أربعة وأربعة واحد اتنين تلاتة أربعة، أدي أربعة كلور أربعة كلور، ها ثنائي كلورو بنتان. أولا لما تيجي تسمي هترقم من الطرف الأقرب للفرع يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى اتنين واتنين ثنائي كلورو بنتان، يبقى دي غلط الأربعة والأربعة. اعتقد باقي السؤال ما فيهوش مشكله. 3 ميثايل 2 ايثايل هيكسان نفس الفكره، هنعمل وهتحدد اطول سلسله، الموضوع بسيط جدا. طيب السؤال الخامس، السؤال الخامس سؤال قايم على الاصول، حد فاكر يا جماعه الاصول؟ اه يا مستر الاصول اللي هي كانت التكافؤات او الروابط. بيقول لي سيادتك أعد كتابة الصيغ البنائية الآتية بطريقة صحيحة، جميل، بشرط عدم تغيير صيغتها الجزئية، يبقى لا تزود ذرات ولا تنقص ذرات، وركز معايا عشان السؤال ده معظم الناس بتشتكي منه. طيب يعني إيه يا مستر؟ يعني غير الروابط يا حبيبي، ظبطها، خلي كل ذرة ماشية على الأصول اللي هي على الروابط بتاعتها، الكربون حوالي أربعة، الـ H1، الـ O2 وهكذا. طيب تعالى نمشي واحد واحد كده، يلا CH3 ادي 3H1 ادي كده 4، يبقى السي دي مظبوطه، هنا السي دي 1 2 وحده ناقصها وحده يبقى هنا غلطه، طب هنا 1 2 ناقصها ادي غلطه، طب هنا 1 2 3 4 يبقى دي زياده، يبقى ال H2 دي كده زياده، اقوم واخد واحده حاططها هنا وواحدة حاططها هنا وخلصت الحكاية. تمام؟ يبقى احنا كده هنشطب دي ونحط واحدة هنا وواحدة هنا. ماشي. طب هنا يلا السي دي حواليها كام اتش؟ تلاتة صح. طب السي دي ينفع كده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى دي زيادة. ماشي. جميل. طب مستر دي كده واحد اتنين واتنين أربعة دي مظبوطة. طب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ما تنفعش. ليه؟ عشان دي كده خمس روابط، شيل دي بقت واحد اتنين تلاتة أربعة، بس دي ناقصها واحدة، هات لها واحدة منين؟ من هنا حطها هنا بس كده، يبقى المركب CH3 C double bond O4 أو باي بوند فوق أهو، بعد كده CH2 CH2 CH3. جميل قوي. هنا بقى أول حاجة عينيك لمحت دي على طول، تمام، ايه دي؟ ما ينفعش الاو يعمل رابطه احاديه، بيعمل رابطه ثنائيه. ماشي. طب ما انت كده عكيت الدنيا على السي، تصدق؟ طب الحل ايه؟ طب ما انت ممكن سيادتك تمشي واحده واحده كده، هنا في غلطه، السي هنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه غلطه، سي اتش تو دي مظبوطه، السي دي ادي واحد اتنين تلاته اربعه واتش، تمام. يبقى المشكله عندي كلها فين؟ هنا زيادة واحدة، هنا ناقصها واحدة، يبقى هناخد واحدة من هنا هنخليها سي اتش 2 اهي، وناخد الاتش نحطها فوق هنا، بقت كده كويس جدا. يلا هنا نفس الغلطة، ادي واحدة بس مع الاو، طب السي هنا حواليها كام؟ ها حواليها اتنين كده، السي حواليها اربعة والسي 2 اتش 5 تمام. طب يا مستر ما هو دي كده الاو هنا حواليها تلاتة، يبقى هنحذف واحدة منهم كده تبقى رابطة واحدة اهي، ونجيب التانية هنا وبس، يبقى احنا هنحذف دي ونجيبها فوق اهي، تطلع فوق. فاهمين يا جماعه؟ احنا بنظبط بس الايه؟ بنظبط بس الروابط. طب هنا حلقه البنزين دي ما تقرب لهاش، ان هي كده مظبوطه اصلا، الدايره اللي جواها دي ثلاث روابط دي كده. السي دي ينفع سي 1 2 3 ها 4 5؟ لا. طب امال هنعمل ايه؟ سيادتك هتشيل الرابطه منهم بس. ليه؟ بقت دي سي اتش 2 ادي 1 2 3 4، طب ما هي دي برضه غلط يا مستر. ليه؟ ها؟ غلط ليه؟ لان بص سيادتك كده امشي معايا واحده واحده،
اعتبر حلقه اعتبر سي اتش 2 سي ال مش موجود اهي، ادي السي ادي الايه اس اهي عشان الناس تبقى شايفه المركب نفسه. ها ادي حلقه البنزين اهي، ادي السي ادي السي اهي عليها اتش كده ها واتش كده، يبقى سي ال كده بس مش اكتر. يبقى احنا شلنا ربطه اصبحت السي كده حواليها كام ربطه، واحد اتنين تلاتة، والسي ال هي الرابعه. طيب هنا يلا سيادتك هتركز هتلاقي واحد اتنين تلاتة، بس هنا في اتنين يبقى خمسة. طب هنا السي دي حواليها كام؟ اتنين اتش صح؟ اه حواليها اتنين اتش، بس يا مستر اتنين اتش وواحدة تلاتة دي ناقصها واحدة، هناخد دي كده نحطها هنا بتبقى سي اتش ثري معايا، يبقى سي اتش ثري سي اتش ثري فوق، هنا سي اتش سي اتش ثري. طب هنا مستر سي ربطة ثلاثية كده ماشي اهي، ودي ربطة اهي، ودي كده ماشي، ودي كده اهي، جميل قوي. خلي بال سيادتك ايه قلة الادب دي، ايه الكلام العاك ده، ايه ده يا مستر ده؟ بص يا حبيبي كده سي اتش 3 ما تنفعش ليه؟ عشان عليها او ماشي. طب والحل؟ اعمل دي كده ودي كده، جميل قوي. طيب السي دي ادي اتش واتش واتش، يبقى انت عندك او اتش زياده صح. طب هنا ربطه ثلاثيه، جميل قوي صح ولا ايه؟ اه. طيب هنا سي هات لها الاو اتش بس، تمام كده يا اخوانا؟ اه مفيش اي مشكله اهو، جبنا مش دي كده الزياده اه اهي. ليه؟ لان دي بص بص اهي بقت ايه اتش واتش. واحد هيقول لي يا مستر استنى عندك انا هعمل حاجه تانية، هسيب دي مش هلعب فيها، امال هعمل ايه؟ مش انت بتقول لي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى الاتش دي زيادة؟ قلت له اه، قال لي شيلها من هنا هاتها هنا، صح جدا، دي صح ودي صح مفيش مشكلة. طب هنا سي اتش ثري سي اهي رابطة ثنائية سي ها اتش، طب الاتش دي كده زيادة ولا لا؟ اه واحد اتنين تلاتة اربعة دي الخمسة يبقى دي زيادة. طب سي اتش 2 ما تنفعش ليه؟ عشان تقول سي اتش 2 معاها رابطه ثنائيه ما تنفعش، لان كده 2 4 5. طب سي اتش اوبا، يبقى هنعمل ايه؟ سيادتك هتشيل دي وتجيب الاتش دي هنا، يبقى ازاي المركب بعد كده؟ سي اتش 3 اللي هو ده اهو، سي دبل بوند او ها سي اتش 2، شيلنا الرابطه واحده من الرابطه الثنائيه بقت سي اتش 3 وبس. ها صعب يا جماعه الكلام ده؟ كله قايم على الايه؟ على الاصول. السؤال المهم جدا المهم جدا اللي انا بحل الواجب كله اصلا علشانه هو السؤال السادس اللي هو بيقول لي ها اكتب اسماء ها المركبات الاتيه تبعا لنظام الايه؟ لنظام الايوباك. يلا نشوف كده معايا. ها واحد حدد اطول سلسله كربونيه، يلا معايا بسم الله اهو اهو ها. يلا هنرقم منين؟ هنرقم من ناحيه اللي فيها ايه الاقرب للفرع، 1 2 3 1 2 من اي ناحيه بقى؟ خلاص 1 2 3 4 5 هيبقى اسم المركب 2 3 ميثايل بنتان، جميل قوي. يلا اللي قصاده هنا اطول سلسله كربونيه هي متصله، اطول شارع معايا اهو، هنا ما فارق سي واحدة اتنين سي، يبقى انزل سيادتك كده. لو انت تهت فك سي 2 اتش 5 هتبقى سي اتش 2 سي اتش 3 وخلصت الحكايه. طب لما نيجي نرقم هنرقم منين؟ 1 2 3 الفرع هنا على الرابعه، هنا 1 2 3 4 5 6، يبقى المركب ده هيبقى اسمه 3 ها ميثايل هكسان ماشي. يلا هنا معايا اطول سلسله كربونيه متصل اهي، وتمشي كده كمل عادي جدا لان هنا زي هنا، يبقى 2 ميثايل. ليه يا مستر؟ رقم يا حبيبي كده هتلاقي 1 ها اهو 2 3 4 5، 2 ميثايل ايه بقى؟ بنتان يا مستر. ده زي ده؟ لا ده 3. طيب هنا هنا
يلا اطول سلسله فين؟ اهي مستقيمه على طول، مش محتاجه حاجه اصلا. هترقم منين؟ من الناحيه دي، يبقى 1 2 3 4 5 هيبقى 2 ها و3 ثنائي ميثايل هكسان. جميل قوي. طب اطول سلسله كربونيه هنا اهي، كويس جدا. رقم منين؟ 1 2 3 يبقى 2 2 برومو بروبان. تمام. يلا اطول سلسله هنا المركب ده، بص لفف معاك، لف معاه وما تقلقش، اهو اهو انزل انزل يمين ولا شمال؟ يمين طبعا. تاني ليه؟ عشان كربون اكتر. هنرقم منين؟ 1 2 3 4. 1 2 3 يبقى هنا من 1 2 3 4 5 6. يبقى السلسله الطويله اسمها هكسان. قبل ما اكتب هكسان اكتب 3 ها ميثايل هكسان. طيب هنا يلا اطول سلسله فين؟ هنمشي كده كده ها مفاري، اكمل ولا اطلع؟ لا اطلع، لان هنا في سي 2 اتش 5. ماشي. هنرقم منين؟ هنرقم من الناحيه الاقرب للفرع اللي هي دي، ادي 1 2 ها 3 4 5. ماشي. 5 يعني ايه يا جماعه؟ يلا يعني بنتان، كويس جدا. طب قبل ما اقول 5 بنتان، عندي كلور وعندي ميثايل وعندي ميثايل. طب الكلور على الكام؟ على الثلاثة، يبقى 3 كلورو. 3 ايه؟ كلورو. تمام. وبعد الكلور في ميثايل وفي ميثايل، 3 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. طب هنا اطول سلسله اهي، 1 2 3 يبقى 2 برو 2 فينايل بروبان. 2 فينايل ايه؟ ها بروبان، لان الحلقه دي اسمها فينايل. هنا طبعا اطول سلسله مستقيمه، يبقى 1 2 3 4 5. لو من هنا عادي برضو، لان هنا زي هنا، يبقى 2 و4 ثنائي فينايل بنتان. اطول سلسله مستقيمه على طول برضو اهي برضو. 1 2 3 4 5 6. ليه يا مستر؟ عشان دي سي 3 يا حبيبي، لما تفكها تبقى 3 سي، يبقى هكسان ها. وهنا هنقول 3 برومو، 3 ايه؟ اه برومو. 2 ميثايل هكسان، كويس جدا. طب هنا يلا خلي بال سيادتك، احنا حلينا السؤال ده. اهو 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 اهو. هنرقم منين يلا يا جماعه؟ هنرقم من، خلي بالك هنا في فرع وفي فرع وفي فرع. طب مستر في الحاله دي 1 2 الفرع هنا على الثانيه، 1 2 الفرع هنا على الثانيه. جميل. طيب مستر نبص على ايه بعد الفرع؟ على الزحمه. طب الزحمه فين؟ الفروع الاكتر. طب مش في فرع ثالث اهو؟ اه الفرع الثالث ده اسمه ايثايل. ميل لليمين ولا ميل للشمال؟ ميل لليمين، لان هو هنا اقرب لليمين من الشمال، بينه وبين اليمين واحده، هنا بينه اثنين، يبقى نبدا من اليمين. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى اسم السلسله اوكتان، نبدا بالايثايل، يبقى 4 ايثايل 2 و7 ثنائي ميثايل اوكتان. جميل جدا. طيب المثال 12 اطول سلسله كربونيه يلا هتمشي ازاي؟ استنى، عندك CH3 C2H5، يبقى ده اصل السلسلة، ان هو اللي فيه كربون اكتر. هنا CH3 C2H5، يبقى ده برضو اصل السلسلة، يبقى نمشي سيادتك كده. ليه؟ لان انت لو فكيت دي CH2 CH3 بقت دي الاطول. ماشي. يلا رقم معايا كده، 1 2 3 1 2 3 يبقى من اي ناحية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يبقى اوكتان. طيب ميثايل على الثالثة وميثايل على الستة، يبقى 3 و6 ثنائي ميثايل اوكتان. ها 3 و6 ثنائي ميثايل ايه؟ اوكتان. ماشي. نخش بعد كده على مثال 13 بيقول لنا ايه 13؟ بيقول لي سيادتك ادي اطول سلسله كربونيه اهي، ها اهي اهي اهي، ياه كل دي فروع، اه وكلها ميثايل، سهل جدا. طب هنرقم منين بقى؟
هنرقم الأقرب للفرع، الفرع هنا 1 2 3 4، قابلني على الرابعة هنا 1 2 3، قابلني على التالتة، يبقى نبدأ من الشمال. ها 4 5 6 7 8، يبقى اسم السلسلة الطويلة أوكتان. ماشي أوكتان، أهي أوكتان، جميل. طيب قبلها إيه بقى؟ بص معايا كده، 3 ميثايل 4 ميثايل 4 ميثايل 5 ميثايل، يبقى 3 و4 و4 و5، 3 4 4 5، رباعي ميثايل أوكتان. ماشي يلا، أطول سلسلة كربونية متصلة أهي بالمنظر ده كده، هنيجي هنا وننزل بالمنظر ده. ماشي هنرقم منين؟ طبعا سيادتك 1 2 ده أقرب، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى هكسان. طب ده فرع اسمه ميثايل وده فرع اسمه ميثايل، يبقى 2 و4 ثنائي ميثايل هكسان. طب هنا يلا أطول سلسلة سهلة جدا أهي، مستقيمة على طول، هنبدأ 1 2 1 2 زي بعض، الفرع هنا زي هنا، الزحمة هنا 1 هنا 1. نبص على الأبجدي، نبص على إيه؟ أوعى تنسى الأبجدي، والأبجدي بالإنجلش برومو قبل الكلو قبل الميثايل، يبقى 1 2 3 4، نقول 2 برومو 3 ميثايل، ها بيوتان. طيب بص السؤال العبقري ده، اهو بص 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 بص، تمشي كده تنزل ولا تكمل؟ تنزل، يلا ادي ادي، ها 1 2 3 4 5، يبقى نقول ايه؟ 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. ماشي هنا اطول سلسله كربونيه متصله اهي، ها هنرقم منين؟ الأقرب للفرع ده 1 2 3 4 5 6، نقول إيه؟ 2 كلورو 4 و4، يبقى هنا 2 كلورو 4 4 ثنائي ميثايل، ها هكسا. طيب أطول سلسلة كربونية متصلة أهي أهي، انزل معايا كده، انزل، لأن دي واحدة دي أكتر، انزل ولا كم ولا شمال؟ لا شمال أهو، يلا عد معايا، 1 2 3 1 2 1 2 3، يبقى من الشمال 1 2 3 4 5 6 7. اسم السلسلة الطويلة هبتان، ها هبتان، طب ميثايل هنا على التالتة وميثايل على الرابعة، يبقى نقول قبلها 3 و4 ثنائي ميثايل هبتان. جميل قوي، هنا اطول سلسله، بص 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 بقى دي كده، الناس اللي بتاخدش بالها، سي 3 يعني 3 ذرات كربون، يبقى نطلع كده اهو، يبقى ده بقى الفرع، يبقى 1 2 3 4 5، تتعدي 3 ذرات، نقول في الحاله دي 2 شرطه ميثايل بنتان. طيب اطول سلسله هنا فين؟ اهي ماشي، 1 2 3 4 5، احنا شرحنا الكلام ده كتير يا جماعة قبل كده، ها احنا بنرقم من هنا ليه؟ عشان ده الاقرب للفرع. لا يا مستر، 1 2 3 1 2 3، هنا من اي ناحية اصلا؟ ليه؟ لان الفرعين في النص، في الحالة دي نقول 3 و3 ثنائي ميثايل ايه؟ بنتان. طيب يلا هنا، ها ده الهلوسان على فكرة مخدر بامان، ها طب ماله؟ يلا هنرقم منين؟ بص معايا كده، هنا فلور فلور فلور، طب هنا بروم كلور، يبقى الفروع الاكتر هنا، يبقى 1 2، يبقى نقول له 2 برومو 2 كلورو 1 1 1 ثلاثي فلورو إيسان. طب هنا اطول سلسله هتمشي معانا مستقيمه كده على طول اهي، هنرقم منين؟ من اي ناحيه؟ ليه؟ 1 2 الفرعين على الثانيه، 1 2 الفرع على الثانيه. طب ما تبص على الزحمه يا عم الحاج، الزحمه فينا اهي، طب بص كده الزحمه بينها وبين دي 1 وبينها وبين دي 1، يبقى من اي ناحيه بقى كده؟ يبقى نقول له ايه؟ يلا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى نقول له 4 إيسايل، 2 و6 ثنائي ميثايل هبتان. صعب يا جماعة الكلام ده؟ أعتقد
الكلام ده لم الدنيا شوية، فرم التسمية شوية، الناس اللي كانت مسمية وتمام معاها شوف أخطائك إيه وراجعها، والناس اللي كان عندها مشكلة الله يرضى عليك ركز واحدة واحدة، ممكن ترجع للفيديو بتاع التسمية برضو عادي تاني مفيش مشكلة لحد ما تظبط موضوع التسمية كويس. طيب نخش بعد كده على أسئلة متنوعة تانية اللي هي بتاعت الإيه يا جماعة، الأسئلة بتاعت زي مسائل كده بتقول لنا إيه. اولا الكان كتلته الجزيئيه 58، الكان يبقى سي ان اتش 2 ان زائد 2 تمام. طب كتله بيتكلم عن كتل، حط مكان الان 12 مكان السي 12 والاتش 1 بقى 2 ان زائد 2 كل ده ب 58، تطلع مع سيادتك 14 ان بكام؟ ب 56، الان هتطلع ب 4، تبقى الصيغه الجزيئيه يلا ها سي 4 اتش 10. اكتب الصيغة البنائية المحتملة لها وسميها تبعا لنظام الايوباك 1 2 3 4، ادي بيوتان عادي ها 1 2 3، وننزل سي اتش 3 بقى 2 ميثايل بروبان، يبقى هنا اسمه بيوت اسمها الصيغة دي اسمها بيوتان عادي، وده اسمه 2 ميثايل ايه ها بروبان. هيدروكربون أليفاتي مشبع ذو سلسلة مفتوحة، يعني ألكان عدد ذراته 17 ذرة، حلنا السؤال ده قبل كده طلع سي 5 اتش كام 12، عدد ذرات الكربون والهيدروجين الكربون 5 الهيدروجين 12، اكتب الصيغة الجزيئية كتبناها. الصيغة البنائية المحتملة قلنا هيبقوا ثلاث صيغ بنتان 2 ميثايل بيوتان 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان، وارسمها عندك هتلاقيها موجودة عندك في كتاب الشرح بالنص وفي كتاب المدرسة على فكرة. طيب هيدروكربون أليفاتي مشبع ذو سلسلة مفتوحة صيغته الجزيئية سي 6 اتش 14، اكتب الصيغ البنائية المحتملة لو بحيث يكون واحد منهم هيكسان عادي، ماشي ارسم 6 سي جنب بعض وقلنا اتشات 2 ميثايل بنتان 2 ميثايل بنتان يبقى 1 2 3 4 5، 1 ميثايل هنا مرة ادي 2 ميثايل بنتان. طب هو بيقول لك 2 ميثايل بنتان يعني صيغتين اسمهم ميثايل بنتان، طب المرة الثانية هنعمل كده 1 2 3 4 5 اهو 3 ميثايل بنتان، جميل قوي. طيب واثنين ثنائي ميثايل بيوتان، جميل قوي، هنعمل كده بيوتان يبقى 1 2 3 4 كده ها، تحط لي مره سي اتش 3 فوق ومره سي اثنين 3 تحتها كده ادي 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان. طب مره كده 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 ادي البيوتان سي اتش 3 هنا سي اتش 3 هنا بقى اسمه ايه يا جماعه يلا 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان، سمي كل صيغه خلاص سميناها اعتقد الكلام ما فيهوش اي مشكله ماشي. ها نخش على ايه يا جماعه يلا نخش على سادسا، بيقول لي حدد اطول سلسله، ده سؤال دليل تقويم يا جماعه في كل من الصيغ الهيكليه التاليه للالكانات وسميها ايه حسب نظام الايوباك. اطول سلسله اهي 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 1 2 3 4 5 بنتان ماشي ها، اطول سلسله هنا اهي. طب واحد بدا من هنا عادي صح جدا لان المفارق هنا 2 سي 2 سي مفيش مشكله، هننزل كده يلا اهو ماشي. طب مفارق ننزل لا كمل اهو. طب مفارق ثانيه يا يمين يا شمال مش هتفرق 1 2 3 4 5 6 يبقى هكسان ماشي. يلا اطول سلسله هنا اهي ها اكمل كمل 1 2 3 4 5 يبقى ايه بنتان، هو عايز اسم السلسله بس خلي بالك ها. طيب هنا اطول يا باينه خالص اهي ان هي طويله، بص بص اهي. طب ننزل ولا نطلع ولا نكمل ولا لو طلعت 3 سي لو نزلت 4 سي يبقى ننزل، لو كملت طبعا سي واحده انزل. طب كده يمين ولا شمال؟ شمال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى السلسله الطويله اسمها ايه؟ دي كام؟ اي من الصيغ الكيميائيه الاتيه تمثل الكان سي 3 اتش 8 ها وسي 5 اتش 12 وسي 4 اتش 10 ها. طيب الكينا وسي 40 اتش 82 ما فيش تضلش غير صيغه واحده سي 6 اتش 12 دي الكينات ها تمام؟ تمام. طيب
الشكل المقابل يمثل جهاز تحضير غاز عضوي، ما هي المواد المتفاعله؟ واحد واثنين طبعا، واحد اسيتات صوديوم واثنين جير صودي. جميل قوي. طيب ما هو الغاز الناتج؟ غاز الميثان. لماذا يعتبر الغاز الناتج خامل نسبيا؟ لان كل الروابط فيه سيجما من النوع سيجما القويه صعبه الكسر. طيب لا يجمع الغاز بازاحه الهواء لاسفل على الرغم من قله كثافته عن الهواء. قلنا اولا لان هو بيخلط مع الهواء اصلا، هو بيجمع بازاحه الماء لاسفل لانه اخف من الميه ولا يذوب في الايه في الماء، لكن الغاز يجمع بازاحه الهواء لا، لان هو بيختلط بالهواء اختلاط ايه متجانس، فمش هتقدر ايه تفصله عن الهواء.